مشاهدينا الكرام، يركز معهد قطر اللي بحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة على بناء شراكات مع المؤسسات ذات التوجهات المماثلة، بما يتماشى أيضا مع الركائز الأساسية التي تقوم عليها جامعة حمد بن خليفة. جامعة حمد بن خليفة تتميز أكيد وفي تعاون مشترك بين معهد قطر لبحوث الطب الحيوي مع جامعة حمد بن خليفة وأيضا جامعة قطر. بالتالي رحب أكيد بعد شوي بضيفة مميزة استطاعت أنها تترك أثر في هذا المجال، لكن من بعد هذا التقرير. في إطار التزامه الراسخ بتحسين الرعاية الصحية وتحويلها في قطر، يتعاون معهد قطر لبحوث الطب الحيوي تعاون يثمر إتاحة إمكانية إجراء تحاليل طبية حيوية دون الحاجة إلى إرسال العينات إلى الخارج. بالتوازي ستدعم هذه الشراكة طلاب الدراسات العليا للوصول إلى مختبرات معهد قطر لبحوث الطب الحيوي المتطورة الرئيسة لإجراء بحوث طب حيوي متقدمة والوصول إلى خيارات تحليلية أكثر. نهجاً تكاملياً يتبناه المعهد لتقديم رؤى جديدة حول الأساس البحثي للتحديات الصحية بهدف إرساء أوجه التآزر الدائمة التي تخدم البلاد. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا معكم التقرير قبل شوي، والحين يسرنا أن نستضيف الدكتورة أمينة محمد علي، باحثة ما بعد الدكتوراه بمعهد قطر للبحوث الحيوية في جامعة حمد بن خليفة. حياك الله معنا. حياك الله. أكيد الله يخليكم، تسلمون على هالاستضافة أولا. سعيدين ما نشهده اليوم بصراحة من تطور موجود في هذا المجال. مجال قد يكون يعني معقد عند البعض، لأن في من التدقيق اللي يتعلق في الدراسات وغيرها، وكونك باحثة نتكلم في البداية يعني عن هذا التعاون بين معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر في اتفاقية أولى من نوعها. أرجع مرة ثانية أشكركم على الاستضافة الكريمة. مثل ما ذكرت حضرتك، هو الاتفاقية من النوع الأول ما بين المعهد وجامعة قطر، لكن اللي يخليها جديدة ومن نوعها أنها راح هالمرة تعرض الخدمات، ما راح تكون تعاون على مستوى البحوث. إحنا بيننا تعاون بين المعهد وجامعة قطر منذ فترة يعني مش قريبة ما شاء الله من سنين، ولكن هاي المرة بتكون على مستوى الخدمات الرئيسية، مثل ما قلت من ناحية تقديم التحاليل الدقيقة ونسميها الاناليتيكال اناليسيس، باستخدام الخدمات الرئيسية اللي تطرحها عندنا أربع معامل رئيسية. جميل. مثل ما ذكرت يعني راح يعرض خدمات. احنا بنتكلم ايش هي هذه الخدمات اللي راح يوفرها التعاون المشترك بين معهد قطر البحوث وبين جامعة قطر؟ الخدمات هذه راح تتركز على أربع ركائز. أولها اللي هو مختبر البروتينات أو اللي نسميه بروتيومكس، راح يتعب عاد هذا البروتين اللي يكون أساس البحث. في عندنا مختبر الجينوم أو الجينات، يتعهد بعمل تسلسل للدي ان اي عشان نعرف البنية الوراثية، ومن بعدها نعرف إذا في أي صفات وراثية أو الأمراض الوراثية على سواء، يعني مش شرط تكون دائما تكون لها علاقة بالأمراض. مختبر الخلايا الجذعية أو الستيم سيل، هو صراحة نطاق واسع وكان وبصراحة يعني يتركز أكثر شيء على الخلايا الجذعية من اسمها وتنميتها، وهو يعني معني كثير بالأمراض المزمنة مثل الأمراض اللي لها علاقة سكري. بالأعصاب، الأوتيزم، التوحد، الديابيتس، الأشياء هذه. آخر خدمة ممكن نقدمها اللي هو مختبر التدفق الخلوي أو اللي يسمى الفلو سايتومتري. هذا يكون متخصص أكثر شيء بالخلايا، تصنيفها، أنواعها، عددها، وكذلك يعني فيها نعرف الخصائص الفيزيائية والكيميائية بالخلايا، لأن في نوعيات من الأمراض لها علاقة بالنوعية الخلايا وتصنيفها. ما شاء الله، يعني احنا بنشوف ثلاث مختبرات في معهد، تخصص البروتينات، تخصص الجينات،
والتدفق الخلوي، يمكن البعض ما يفهم مثل هذه المصطلحات لكن هي عميقة ولها لها لها معناها، تفيد في البحوث بدون الحاجة للجوء اليوم إلى خارج دولة قطر، فبدون ما احنا نبعث مثل هذه التفاصيل. فنتكلم اليوم عن 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 هذا الاستغناء، ان احنا كل شيء متوفر عندنا. مثل ما قلت لك يعني صحيح هاي الخدمات حاولنا ان احنا نوفرها عندنا بالمعهد، وكذلك التزمنا ان ما يكون في تشابه بيننا يعني في بيننا وبين المؤسسات الثانيه في نفس يعني في دوله قطر، علشان الكل يستفيد، فبالتالي يصير بيننا كيف اقول لك يعني مش بس تعاون واتفاقيات، حتى ممكن في بيننا يكون دمج يعني، وفي تبادل سواء كان على مستوى الباحثين او خبرات. على مستوى الطلاب والخبرات ايضا. صحيح. جميل. احنا بنتكلم عن اهميه التكاتف ما بين المؤسسات الوطنيه ايضا لدفع مسيره الابحاث العلميه، وامثله في ذلك ايضا. في امثله كثيره. المعهد منذ يعني تم افتتاحه صارت كثير اتفاقيات ما بيننا وبين جامعات ومؤسسات، من اهم الجامعات اكيد جامعه قطر، وفي عندنا جامعه كورنيل اللي موجوده كذلك بمؤسسه قطر، وجامعه كارنجي ميلون، ومن المؤسسات اولها مؤسسه حمد الطبيه، وعندنا مستشفى السدره، وفي كذلك عندنا تعاونات خارج قطر. يعني انزين، من جانب خارج قطر، فانت في عام 2019 حصلتي على الدكتوراه في هولندا في مجال البروتينات وايضا التقنيات الحيويه. ووجودك هناك اكيد اكتسبتي خبره وثقافه البلد بنفس الوقت. صحيح. فاليوم لما تكوني خريجه من بلد اخر حاصل على الدكتوراه في مجال يعني دقيق جدا. صحيح. فشنو يفيدك اليوم في الابحاث وفي الخبره اللي ممكن تنقلينها لنا في قطر؟ بصراحة يعني شوي مثل ما حكيت إنه شوي مجالي غريب أو دقيق. لما رجعت الحمد لله بعد تخرجي 2019، صراحة بالنسبة لي معليش خلني أستغل هاللحظة أقول إنه يعني الدكتوراه كانت بالنسبة لي حلم وتحقق الحمد لله تحت رعاية مؤسسة قطر، واستمريت تقريبا 4 سنوات بهولندا وبعدها رجعت. حسيت في استقبال عالي، خصوصا ان المجال مش موجود كثير بقطر، فلما بعثونا كانوا فعلا حاطين هدف ان كل طالب يعني يعبي احتياجات الدوله. حلو. فلما رجعنا الحمد لله يعني استقبلتنا اكثر من مؤسسه، وكان الاختيار يعني بالنسبه لي لشيء يخص مجالي اكثر شيء، والمختبر هذا اللي تبع البروتينات يعتبر صراحه الاول من نوعه في قطر هنا. جميل. حلو. دكتورة أمينة، بما أنت باحثة ما بعد التخرج وما بعد الدكتوراه، كلمة أخيرة توجهينها للمشاهدين الكرام عن التجربة اللي تخوضينها حاليا. أحب أول شيء أقول أن صراحة أنا كثير فخورة بدولة قطر وبالإنجاز اللي إحنا صراحة وصلنا له على جميع المستويات، وبالأخص على مستوى الأبحاث والأبحاث العلمية، بدليل مثل ما قلت أن في بيننا صار تعاون الحين على مستوى عالمي سواء كان مع جامعات أو مؤسسات، فهذا يعكس المستوى الراقي اللي احنا وصلنا له في مده زمنيه، وهاي كان رؤيه صاحبه السمو الشيخه موزه. صح. بصراحه يعني ودي اقول يعني اساميهم كلهم، ولكن يعني ما فيني يعني اوجزهم صراحه. صح. صعب. بس يعني خلينا نقول اكثر شيء يعني في اشياء كثير نفخر فيها اكيد. اي. ولكن أكثر شيء صراحة يعني يخص مجالي وأنا صراحة أعتبر جزء منه مع جامعة هارفارد بأمريكا. صح. في بيننا تعاون إحنا كمعهد وبالأخص يعني المعمل اللي أشتغل فيه أو المختبر مع مؤسسة الخلايا الجذعية أو الستمسل، وشغالين يعتبر اتفاقية لمدة 5 سنوات فقط على مرض السكري. صح. بسبب انتشاره في دولة قطر وبشكل عام يعني في العالم، لأن أصبحت المعدلات جدا عالية. يعني ما شاء الله تعملين في إدارة وقيادة الأبحاث في جامعة هارفارد في أمريكا لمرض السكري. صحيح. فتشعرين بإنجاز كباحثة لما تشوفين النتائج موجودة قدامك. أكيد. صحيح. يعني كنا على وشك نختم، بس تسمحي لي بسؤال أخير. أكيد. يعني ما شاء الله اليوم مرحلة الكوفيد بينت لنا إيش كثر المختبرات مهمة. صحيح. وبينت لنا إيش كثر المعامل أو المؤسسات الصحية لها دور مهم في احتواء هذا المرض. من جانبكم أنتم ساهمتوا أيضا كمعهد في التحليلات العينية أو تحليلات العينات في البي سي آر. صحيح. كلمينا عن إسهاماتكم في هذا الموضوع لتخفيف الضغط على المستشفيات ووجود مختبرات.
لما بدت الجائحة كان طبعاً الأغلب التحليل أو البي سي آر مثل ما ذكرت حضرتك كانت عن طريق مستشفى حمد، فلكن لما صار العدد يعني كثير الأعداد أصبحت هائلة في فترة من الفترات، صح، فصار مثل بيننا يعني تعاون ما بين المعهد ومؤسسة حمد، فتم افتتاح يعني مختبر كامل، وكان في متطوعين من المعهد عندنا على مختلف المستويات، مش فقط يعني ما بعد الدكتوراه، حتى كان في عندنا ما شاء الله يعني ساينتست من نفسهم يروحون هناك، فكانت على حتى 3 فترات عشان نغطي كامل اليوم. والله الحمد لله يعني أنجزنا الكثير وكان لنا مساهمة حلوة يعني معهم. جواكم الله صراحة. الله يعطيك العافية، تسلم. شيء جميل أخ محمد، يعني أيضا مشاهدينا الكرام نحن نشوف يعني المعاهد والمؤسسات الوطنية في قطر دائما يعني مهتمين بالفرد والمجتمع القطري في مثل هذه البحوث، وأشياء إن شاء الله راح تكون طيبة وجميلة لمجتمعنا القطري. طبعا الدكتورة أمينة محمد علي باحثة ما بعد الدكتوراه بمعهد قطر للبحوث الحيوية في جامعة حمد بن خليفة، شكرا جزيلا. العفو، يعطيك العافية والصحة. لكن محمد، من هذا المجال ومجال الصحة، لما تشوف فيلم